هلو، جود مورجن كلاس 9، وي جيتس ايش؟ ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ سامعيني؟ نرفع ايدينا. تمام. عاملين ايه يا ولاد؟ طيب بصوا بقى، النهارده ان شاء الله هناخد جزء كمان في لكسيون 11. احنا خدنا المره اللي فاتت كنا بنحل يوبنجن تدريبات، على تكوين السؤال فراغ بيلدن، اوكي. اتفضلوا يا شباب، دلوقتي هنحل هنكون سؤال للجملة دي. هايتي ماخت كلاس 10 اينين تيست. السؤال المناسب ليها هيكون ايه؟ يلا مين معايا؟ طيب محمود هيثم، تفضل يا محمود. منة الله مصطفى، بغاو انا باين الصفحة عندي اللي هي الصفحة اللي فيها إيز جبت بلس الأكوزاتيف. فين الأسئلة؟ انتي شايفة اي صفحة يعني أنا دلوقتي؟ باين عندي صفحة صفحة 5 دي اللي ظاهرة لك دلوقتي؟ لا، احنا دلوقتي فاتحين زايتد فولف. انا باين لي 5. طب يا شباب دلوقتي تمام، ظهر لكم انها بتتسجل. عالية؟ ايوه غاب، ظهر لك انها بتتسجل دلوقتي؟ ظهر يا مس، بس طيب بعد تمام. اذن حضرتك عيدي الفوق عشان في هعيدهم الريكورد تاني، بقى هعيدهم هكتبهم. تاني. نمر فيه، نمر فيه هتكون فان ماخت كلاس 10 اينن تيست، او هنقول فاس ماخت كلاس 10 هويته. الاثنين صح. نمر 5 هنقول، هنسال عن شيء، في از داس فيتر هير، في از داس فيتر هير. نمر 6 هنسال عن كالت، في از اس انفينتر، في از اس انفينتر. نمر 6 هنسال عن زواي بوخن،
wie lange bleibst du in Kassel? Wie lange bleibst du in Kassel? Nummer 7. الإجابة بتبدأ دن. دن معناها بيكوز. دن إش بين كرانك. هيكون السؤال بيبدأ لازم بفاروم. فاروم كومز دو نيشت. فاروم كومز دو نيشت. ليه ما جتش؟ دن إش بين كرانك. نمر 8. إش هاب دراي كيندر. هسأل عن دراي كيندر. دراي كيندر معناها 3 children. هسأل عنها بي فيل يعني هاو ميني. بي فيل كيندر هاس دو. بي فيل كيندر هاس دو. نمر 9 داس ايست ماين فريند علي. هسأل عن علي أو عن ماين فريند علي على بعضها. هيبقى وير از داس. وير از داس معناها هو از ذيس. اوكي طيب تعالوا بقى نشوف إرجنسن. هناخد الديالوج مع بعض. احنا خدنا قبل كده ديالوج وده التاني الخاص باللكتيون. داس ايست اين فراجي دي انتورت ايست ناين ايش فاغي نيشت انس مير. لا انا مش رايح البحر. يبقى السؤال لازم يبدا بفيرب. فيغس دو انس مير. فيغس دو انس مير. ناين ايش فاغي نيشت انس مير. اللي بعدها دين ايش كان نيشت جبيمن. السؤال كلمه واحده مين يقولها لي؟ مريم تفضلي. يا مريم فاغوم. يا فاغوم. فاغوم دن ايش كان نيشت جبيمن. اوكي بعدها سالوا سؤال دو ام فوخن اندي ايش كذا. هنا هيسالوا انت هتعمل ايه ام فوخن اندي. واس ماخس دو ام فوخن اندي. واس ماخس دو ام فوخن اندي. ايش بلايبي تو هاوزي. ايش بلايبي تو هاوزي. اي ستي ات هوم. ديالوج نمرة 2. Das ist eine Frage. Die Antwort ist: Im Sommer fliege ich nach Berlin. Wohin fliegst du im Sommer? Wohin fliegst du im Sommer? Im Sommer fliege ich nach Berlin. Das ist eine Frage. Die Antwort ist: Nein, meine Eltern kommen nicht mit. السؤال هيبقى إيه؟ يلا حد بقى كمان يشارك. سيف يوسف. سيف يوسف. علي. علي أحمد. لؤي محمد. يا ميس مين معايا؟ علي. لؤي. لؤي اتفضل يا لؤي. وانا مش عارفها اصلا. طب تفتكر السؤال هيبدا بايه؟ اول كلمه تفتكر لازم تكون ايه؟ الإجابة بادئة بناين يا لؤي. يبقى السؤال بتاعي لازم يبدأ بإيه؟ لازم يبدأ بفيرب. ما دام الإجابة بادئة بيا أو بناين يبقى لازم السؤال يبدأ بفيرب. هنقول إيه الفيرب بقى؟ ياسمين؟ كومست. ليه؟ صرفي الفيرب مع الزوجات. كومت. كومت. طب هي الترن بلورال تاخد كومت؟ لا. مين عارف؟ عليا انت رافعه ايدك. مش عارفه انت عارفه ولا لا؟ ايوه بس انا مش عارفاها. مش عارفاها؟ طب رافعه ايدك ليه؟ طيب نزلي ايدك يا علي. مالك بريقه؟ ايوه يا ميس. يلا يا ملوك قولي لي السؤال. ها
هو احنا نبتدي بكومت اول حاجه. طيب هي كومت اصلا متصرفه صح؟ الزوبيكت هنا يبقى كومن يعني عشان الترن جمع عشان بلورال. يا الترن بلورال كومن. تمام يبقى كومن. ها هنبتدي احنا ماي ماين هنخليها داين. تمام بس هتبقى دايني مش داين. تمام مش اوكي. ها نكمل بقى. ها كومن يعني الترن ميت. كومن دايني الترن ميت. يا زير جود. كومن دايني الترن ميت. نايم ماين الترن كومن نيشت ميت. في لانج بلايبس دو دورت يعني ايه يا ملك؟ في لانج بلايبس دو دورت معناها ايه؟ ملك واس بدويتد في لانج بلايبس دو دورت معناها ايه؟ اوكي في لانج بلايبس دو دورت معناها هاو لونج ويل يو ستاي ذير. هاو لونج ويل يو ستاي ذير. الاجابه مثلا ممكن تكون زواي بوخه الزواي بوخن او مثلا فير تاجي اربع ايام ونزو فايتر اي حاجه. طيب بعد كده اين فغاجي الاجابه ان اينم هوتيل. اسال ايه عن ان اينم هوتيل؟ رودينا ايوه يلا يا رودي. هي انهي واحده اللي هي الاخيره؟ لا هتبقى هنسال على المكان. يا وايه هتبقى بوهير؟ لا بوهير دي معناها from where. أنا عايز أسأل where بس مش from where. فو برافو عليك. فو بلايبس دو. فو بلايبس دو ممكن أزود دورت. فو بلايبس دو دورت هتقعد فين؟ هناك. أوكي طيب اللي بعدها يا شباب هحل معاكم اول كام جمله كده في الترتيب وباقي الترتيب هيكون هاوس اوف جابي ان شاء الله. اوكي نمبر 1 دورت از فيلم ستوديوز جبت. طيب احنا اتعودنا ان احنا لازم بنجمع از جبت على بعضها بس هنا ده سيست اين فغابي سؤال فهخليها جبت از. جبت از دورت فيلم ستوديوز اودر جبت از فيلم ستوديوز دورت. نمبر 2 حط الزوبيكت نمبر 1 والفيرب نمبر 2 وير ماخن اين سفاري. وير ماخن اين سفاري. نمبر 3 وين مشت زدو فليجن. وين مشت زدو فليجن. خلي بالنا مشتن بترمي الفيرب في اخر الجمله انفينيتيف. نمبر 4 اس است كالت ان اوروبا. اس است كالت ان اوروبا. نمبر 5 جيبت اس دورت كاينه بفلانسن. جبت از دورت كاين بفلانسن. نمبر 6 يلا نزودها وخلاص نقول ايش هابي اين ايدي. ايش هابي اين ايدي. عندي فكره ولو ما عنديش فكره هقول ايش هابي كاين ايدي. اوكي تعالوا بقى ناخد مع بعض نخلص مع بعض ترتيب الجمل. اوكي عشان المره الجايه ان شاء الله هناخد فيها الايفر زيتسونج الترجمه وهناخد التاكزيتواتسيون المواقف دي اخر حاجه باقيه لنا في الليكسيون هتكون الحصه الجايه. الحصه دي هنكمل فيها باقي ترتيب الجمل. احنا وصلنا مع بعض لغايه نمبر 6. نمبر 7 عايزاكم انتوا تقولوها لي بقى يلا. نمبر 7 اسرع يا شباب. نمبر 7 نوجي. لوجي
ملك بريقة، اتفضلي يا ملك. هتبقى ثاني. ايش هتبقى؟ must do must do English learning. تمام، يلا يا سما، انا فاتحه لك المايك يا سما، اتفضلي. نمر اخت. طيب ليا نمر اخت. طيب صح. Wir schreiben Klassenarbeit. Ja, wir schreiben Klassenarbeit. تمام، حلو. عايزة هفتح المايك لسيف يوسف وعلي أحمد. سيف يوسف وعلي أحمد. منة الله مصطفى. لوجي. أول. اتفضلي. كلاسي أخت فارت فارت إمزومر أند سمير. برافو عليكي، كلاسي أخت فارت إمزومر أند سمير. تمام، برافو عليكي. يلا نمرة 9. مين؟ عايزين حد ما جاوبش. تسنيم. تبقى دي هيزر. دي هيزر. تمام، شمال. زايد. اوكي. نيويورك زير. اوكي، بصوا يا شباب، الجمله دي الفيرب فيها غلط وكلمه هويزر محتاجه تعديل، فاحنا هنلغي الجمله دي عندكم. اوكي، الغولي الجمله دي عندكم بعد اذنكم، بس خليكي معايا زي ما انتي. قولي لي ترتيب نمر اينز. جبت ايس دورت فيلم ستوديوز. برافو عليكي، تمام، جبت اس دورت فيلم ستوديوز، حلو. طيب نمرة زباي، انا كنت قلتها في اول التسجيل، عايزه بقى اشوفكم انتوا اللي بتقولوها لوحدكم. رودينا ايهاب. انا فتحت، يلا المايك، اتفضلوا. هتبقى برافو عليكي، بير ماخن اين سفاري. حلو يا شباب، حلو. يلا نمر دغاي، مين يقولها لي؟ انا كنت قلتها لكم في اول الفيديو، عايز بس عايزاكم انتوا اللي تقولوها بقى دلوقتي. الخمس جمل اللي انا قلتها عايزاكم انتوا اللي تقولوها عشان اطمن عليكم. ايوه يلا يا علي. هتبقى فوهين مخت ستوف ليجن. فوهين مش تسدوف ليجن. برافو عليكي، صح يا عليا. تمام. ملك بريقة، يلا نمر 4. يلا يا ملوكة. أنا عارفاها يا فغاو. يلا يا ملك، اتفضلي. تبقى إن يوروب أو أوروبا، معرفش بتتنطق إزاي بالأوروبا. إس إست كالت. إس إست، لا أنت كده حطيتي الفيرب نمرة زباي. نمرة دغاي، سوري، أنت كده حطيتي الفيرب نمرة دغاي. إست إست. إس إست. اس است كالت ان اوروبا. عايزه تبداي بان اوروبا، هتقولي ان اوروبا است اس كالت. تمام؟ تمام، ماشي. طيب قوليها لي تاني يا ملك. هتبقى لو هنقول اس است كالت الاول، ماشي، ان اوروبا دي في الاخر. تمام، صح، يبقى اس است كالت ان اوروبا. تمام يا ملك. او نقول ان اوروبا است اس كالت. تمام، لازم احافظ على الفيرب نمر 2. نمر 5.
نمر فين في يلا يا ملك اخر جمله نمر فين داس ايست اين فراغي ها نبدا بايه ملك قفلت الصوت ليه طيب محمد حسام هتبقى جبت ايز تمام دورت كاينه فلانسي برافو عليك جبت ايز دورت كاينه بفلانسي تمام يا شباب كده كويس قوي دي خلوا بالكم دي الحصه الثالثه لينا في الليكسيون ثالث محاضره باذن الله المحاضره الجايه اللي هي الرابعه هتكون المحاضره الاخيره للليكسيون دوت وبعدها نبدا في الليكسيون الجديد باذن الله كل سنه وانتم طيبين داس ايست اليس فير اليس فير هويته دانكشن دانكشن اند اوف ويدرزين تشوس